وائل عم يدافع على الدرويش، سيرجيو بيخترق، بيسجل الدرويش، بيسجل سيرجيو اول سلم، افضل ممرر استلم بطوله لبنان، عم يسدد من محل بعيد، من محل بعيد من الداون داون، عم يسدد ويسجل مينتو دفاعا تحت السله، وائل عم يتعرض للبلوك شوت من كليف الكسندر، سدد درويش بيطلع بالفاست بريك، سيرجيو بيروح على السله، الدرويش بيسجل نقطه الرابعه، يخترق الدرويش بفضي للمصر، علي بياخذ التسديده، علي مصر عم يسجل للمره الثانيه بالكيس، تحت السله كارمن روش بيطلع له لباتريك محمود، اوبن شوت، اوبن شوت، سيرجيو درويش يعطي كارمن روش، تسديده كارمن روش كمان الثلاثيه، كارمن روش بيخترق كارمن بمر لكتف الكسندر اللي بياخذ تسديده ثلاثيه، كمان بيسجل، كمان بيسجل عن الارك، هيدي الثلاثيه الخامسه الناجحه لصالح فريق الحكمه بالمباراه، سيرجيو عم بمرر، كارمن روش بياخذ تسديده ثلاثيه للمره الثانيه بالجيم، كارمن روش ما معقوله قد ايه حلوه سالتك يا كارمن، يعطي كليف الكسندر، كارمن روش اوبن شوت تسديده ثلاثيه عم يسجلها، كارمن روش اول لاعب بالجيم عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط، شوفوا دفاع المنطقة، بوبو بسجل، بوبو بسجل الفلوت، بيكسر الطاب اسماعيل، ستيل من علي مصر بمر لكليف الكسندر، وكليف الكسندر عم يسجل نقطه الخامسه بالجيم، عزيز تسديده ثلاثيه كمان ما بترجع كليف الكسندر، خطا وصلني لصالح كليف الكسندر، ضغط ضغط من رالف، رالف عائل بمرر، طب بتروح لكليف الكسندر، بسجل كليف الكسندر، سيرجيو درويش، سيرجيو بيطلع الطابة لباتريك، تسديدة ثلاثية بيكسر الرالف، باتريك بهدوء، طلع الطابة لبرا عند علي منصور، مقطوعة من دفاع فريق الحكمة، علي مزر بروح بالفاست بريك بمرر لكليف الكسندر، اي لاف ذيس جيم، هيدي سلة كليف الكسندر، علي لسيرجيو درويش، بوبو بوش دفاع المنطقة، محاولة ثلاثية بسجلها درويش مع الباك 20 بعد الأرقام، وكارمن روش ما معقولة، ما معقولة اللي عمله كارمن روش، دقيقة و20 ثانية، باتريك محمود ياخذ تسديدة ثلاثية، بسجل باتريك توتل